تعرف السمنة على أنها زيادة وزن الجسم نتيجة لتراكم الدهون في مناطق مختلفة من جسم الإنسان، وتعتبر السمنة السبب الخامس والرئيسي للمخاطر الصحية العالمية. ويعود السبب الرئيسي لهذه السمنة إلى حدوث دائما إصابة بالأمراض وحدوث خلل بين توازن السعرات الحرارية المكتسبة والسعرات الحرارية المستهلكة، بالإضافة إلى اتباع عادات غذائية وأنماط معيشية خاطئة. وتسبب السمنة الكثير من المشاكل الصحية لدى الرجال والنساء وحتى الأطفال على حد سواء. ويحذر الأطباء المرأة من اكتساب الوزن الزائد عند التخطيط للإنجاب، حيث ينصح المرأة المقبلة على الإنجاب بمحاولة إنقاص وزنها قبل الإقبال على هذه الخطوة، لما لها من تأثير كبير حيكون على صحة الحامل والجنين. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع يسرنا أن نستضيف الدكتورة رواء الجنابي، استشارية الأمراض النسائية والتوليد والعقم والجراحات الناظرية. صباح الخير عليك دكتورة. صباح الخيرات، أنا وسهلا حبيبتي، نورتينا اليوم باستوديو قناة الرشيد الفضائي. حبيبتي النور نور استضافتونا، وأنا وسهلا بكم. أهلا وسهلا بيش. طيب دكتورة، حوارنا اليوم عن السمنة وأثرها على المرأة الحامل. طيب إحنا قبل كل شيء نريد نعرف شنو هي السمنة بشكل عام. السمنة طبعا هي مرض صراحة. مرض مزمن هم يعني. نعم. ومثل ما أنت قلتي أنه هو من يعني السبب الخامس ل الوفيات، لحدوث وفيات نتيجة لمضاعفات السمنة. نعم. السمنة طبعا شلون تصير هي السمنة؟ يعني الواحد من ياكل بس ما يستهلك الاكل، يعني نعم. السعرات الحرارية اللي تخش للجسم الداخلة اكثر من المستهلكة. نعم. فلهذا راح تصير تراكم الشحوم بالجسم حقيقة. كل انسان او كل امرأة عنده طبعا وزن مثالي، وزن نعم. مثالي اعتمادا على العمر، اعتمادا على الطول. نعم. احنا نقول اكو كتله الجسم تقول الطول على مربع الوزن، تقسيم مربع الوزن. نعم. راح يطلع رقم من 18 الى 25 24 من 18 الى 25 يعتبر هذا طبيعي. اللي طلع ضمن هذا الرينج، هذا المعدل، فهو وزنه طبيعي مثالي. اما اذا كان الوزن اكثر يعني من 26 27 الى حد 30 فهو مفرط الوزن، زياده بالوزن عنده. لكن لو كانت فوق ال 30 راح يكون السمنه طبعا. واكو السمنه مفرطه ايضا، مفرطه تكون يعني امراض، يعني امراض يعني كارثه. طبعا السمنه تاثر مو بس على يعني المظهر الخارجي، لا يعني كثير من الزيجات صار بها مفارقات، صار بها طلاق، وصار بها مشاكل نفسيه. لانه شيء يصير يستعمل مثلا الزوج الى زوجته، انت سمينه، انت مثل البرميل. نعم. انت ما قاعد تقدر. فهالكلمات هالتعبيرات هذه تؤدي الى تنافر، قله الثقه بالنفس ايضا، قله الثقه بالنفس وتنافر بيناتهم. نعم. فصارت مشاكل اجتماعيه كثيره كلها من وراء السمنه، اضافه الى النفسيه، اضافه الى الكابه. نعم. اضافه الى مشاكل الامراض، يعني شلون يعني مثلا وحده تريد متزوجه وتريد يصير عندها حمل، ما يصير عندها حمل، تتاخر بالحمل نتيجه السمنه. نعم. طيب. ممكن وحده حامل، اول ما حملت ورا اسبوعين ثلاثه طرحت الطفل، ذبته، كلها حتكون أسبابها السمنة. نعم. طيب دكتورة، سنتحدث أكثر ونتناقش بهاي التفاصيل، بس خلينا ننوه أنه الاتصالات حتكون مفتوحة اللي حاب يتصل ويشارك بموضوعنا اليوم عن السمنة وتأثيرها على المرأة الحامل. طيب دكتورة، اليوم السمنة تأثر على المرأة عند حدوث الحمل؟ طبعا يعني ممكن وحدة حامل سعدها إسقاط. نعم. فالإسقاط أسبابها هي السمنة. نعم. وهي واحد. ممكن يصير عندها ارتفاع ضغط الدم اثناء الحمل، ممكن يصير عندها السكر اثناء الحمل. من راح يصير عندها سكر اثناء الحمل، يسموه سكر من النوع الثاني، هذا طبعا راح يؤدي الى مشاكل الام، مشاكل الطفل، مشاكل بالولاده. ممكن يصير عندها ولاده مبكره مسبقه، يجيب قبل وقتها. ممكن يصير عندها اسقاط، ممكن يصير عندها الطفل يصير عنده فتحة بالقلب. نعم. يعني مشاكل أكيد في الطفل. ممكن يصير ولادة طق مية الراس وتجيب، ممكن يصير عندها ولادة معسرة. معسرة نعم. يعني نقول إحنا
الشفت مات الطفل وقف بالطريق وصارت قيصرية، ممكن الطفل نفسه ورا الولادة يصير عنده مشاكل زين، ممكن يصير عندها خياط الإعجاب الطبيعي خياط في منطقة الأجان، وممكن هاي يصير بها التهابات أكثر من غيرها. إذا كانت قيصرية ممكن التهاب بالجرح أكثر من غيرها، إذا كانت سمينة وناصحة ممكن يصير عندها أثناء الحمل التهابات في المنطقة التناسلية، ممكن في التهابات في الجلد بالوجه فطريات، كل هاي أسبابها سمنة. سمنة نعم. زين زين، ليش واحد هكذا معرض نفسه للخطر؟ نعم. تشوفين قسم يصير عندهم سمنه قبل ما يحبلون، ما يحبلون متاخرون بالحمل لانه صار عندهم مثلا تكيس مبايض نتيجه ايش؟ السمنه. زين، التكيس هو صح مرض جيني بالعوائل يصير، لكن السمنه تاثر عليه. نعم، تكون احد اسبابه. طيب اليوم احنا عرفنا هاي تاثير السمنه على المراه الحامل، طيب اليوم شنو الوزن المثالي يكون اذا كانت المراه حامل؟ قلنا كتله الجسم، نعم، الطول على مربع الوزن، يعني قيس وزنها وهي حامل. لازم كل واحد لازم يعرف وزنه وطوله، يعني هذه فشي بديهي انه كل واحد يعرف طوله ايش قد، وزنه ايش قد، هل هو ضمن الايديال ويت يو لا، هل هو ضمن الوزن المثالي ام لا، ولازم يراقب وزنه. يعني دائما يتابع كل شهر ميزان، تخلي مثلا بالحمام تقيس وزنها شهريا مره، او بالبيت تحط، مو واحد كل سنتين كل ثلاثه. اكو نساء اسالهم جد وزنك؟ والله ما اعرف صار 5 سنين. بس انا هم ما اعرف صار كم شهر ما وزن. صار كم شهر مو كم سنه، كم شهر. فيعني لازم واحد يعرف وزنه. تشوفين قسم يمرون بحالات نفسيه اكتئاب، نعم صحيح، يا اما تشوفين يسمنون يا اما يضعفون. الكابه عاده يستسمن سمنه، القلق عاده ضعف، ضعف بالقلق واحد يضعف ما يقدر ياكل، نعم زين، بالكابه يسمن. فلهذا تشوفين النساء يعني عندهم كابه، نفسيتهم مو هالقد، يعني تريد تصير اذا حمل ما قاعد تحبل، نعم تكون حاله نفسيه تاثير، تشوفيها سمينه تاكل بدون وعاتها. اكو مرضى يقولوا لي بالليل بالليل احنا نايمين قمنا وفتحنا لهذا ياكلون، يفتحون الثلاجه وياكلون فعلا، هاي هم نايمين. نعم قاموا وقعدوا راحوا على الثلاجه اكلوا ورجعوا، حتى ما يتذكرون شيء اكلوا فعلا، بس مجرد فتحوا اكلوا ورجعوا ناموا. بوليميا طبعا، هاي حالات بوليميا يعني. والله بوليميا يعني كآبه. طيب دكتوره خلينا نشوف ام علاء من بغداد. صباح الخير عليك يا ام علاء. الو السلام عليكم. عليكم السلام، تفضلي. شلونك دكتوره؟ هلا بيش حبيبتي، اهلا وسهلا. هلا بيش. انا مواليد 66. اي حبيبي. مواليد 66، وزني 105. ثاني انقهر ليش من الصبح؟ أو على وزني 105، يقولون بهيك الامر ما ينزل وزنك، صحيح هذا الشيء؟ لا مو صحيح، خلي اقول لك ليش. يعني انت لازم تسوين تحليلات للغده، تتاكدين جوز عندك غده؟ جايز اكو غده درقيه. فعلا. فتاكدين من الغده الدرقيه. زين عرفتي شلون؟ بعدين هو بهذا العمر الانسان يبدي يخزن، بهذا العمر يبدي يخزن. ما يستهلك بسهولة، يعني صعوبة إلى أن تموعين الشحوم، صعوبة. لازم تسوين رياضة، لازم مشي، لازم الأكل مالتك يكون كله بعيد عن الدهون. تبهرز دكتورة، بس يعني عفوا أنا يعني آكل يعني. تاكلين طبعا تسمنين، يعني إذا تاكلين طبعا تسمنين. آكل دكتورة يعني آكل يعني بالعشاء آكل قرصة نص خبز. ابد كلها غلط. يعني طبعا يعني انا شوفي خلي اقول لك حلويات اكل كلها غلط. اولا انا يعني بحث عندي هم، يعني عندي برنامج خاص وصفه طبيه في قناه الدبليو تي في، البحث تكلمت عن
يعني السمنه وعن مشاكل السمنه، قلت ورا ساعه 6 او ورا ساعه 7 بعد ماكو اكل، يعني مو عشاء بعد ماكو اكل، الاكل يكون جدا بسيط ومي. احنا مع الاسف مي ما حد ما يشرب، يضجون من المي فعلا تلعب نفسهم. ما اكل اكل من ورا 12 12 بالليل؟ بالسته ما اكل، يعني بالسبعه تورجين بس ب 12 اكل هواي. يعني 12 بالليل قصدك؟ اي لا لا طبعا تسمنين. انا هسه مو كان شم اسمن. اي واحد ولا ساعه 12 ياكل اي دكتوره 12 بالليل. اذا حبيبتي ام علاء انصحك تسوين برنامج غذائي صحي متوازن بالاكل، وورا ساعه ما اقول الساعه 6 على 7 على 8 ترك بعد خلص. نعم شوربات مال خضروات، شوربات مال خضروات خضار يعني تترس بطنك، لبن كانون، زلاطه، يعني هاي اكلات اكلات خفيفه. نعم نعم طيب شكرا لاتصالك يا ام علاء. طيب دكتوره احنا ذكرنا بالبدايه على المخاطر السمنه، وقلنا مخاطر عديده حتكون للمراه الحامل، وذكرتي حضرتك انه هي تكون تتعرض للاجهاض. طيب وضحي لي هاي النقطه، شنو السبب ليش انه هي اذا كانت سمينه وحامل راح يتعرض الطفل للاجهاض؟ شافوا انه دراسات انه السمنه صار عندهم اسقاط. ليش؟ لانه السمنه عاده غالبا غالبا تكون عندهم مع متزامنه مع تكيس المبايض، فتكيس المبايض يصير عندهم اسقاط اكثر من غيرهم 50% اكثر. يعني هو عاده اسقاط اول بطن خصه 20%، لكن لو وحده كان عندها تكيس ممكن يصير اسقاط 50%. نعم فهم ما يتقبلوها. يعني لو وحده حامل وصارت اسقاط ونقولها مثلا انت عندك تكيس ويعني متوقع يصير عندك اسقاط وكذا، ما يتحملون. نعم ايضا نفسيتهم تتعب. ما يتحملون. نعم. بعدين كله يردوا. يعني واحده تريد تتزوج، تريد راسا تخلص، تريد حمل بدون مشاكل. ماكو هيك شيء. نعم. طيب عندنا اتصال علي من بغداد، صباح الخير عليك يا علي. قطع الاتصال، اكيد حيعاود الاتصال مره ثانيه. طيب دكتوره نرجع للمخاطر اللي ذكرناها، ذكرتي انه هي تتعرض للاجهاض. طيب عندنا مخاطر اخرى حتكون يزيد من معدل العيوب الخلقيه للجنين. قلنا اذا وحده صارت بيها داء السكر طبعا حيكون الطفل معرض الى التشوهات الخلقيه اللي هي خصوصا القلب. زين وقسم من عندهم ياخذون مثلا ادويه ايضا تؤدي الى التشوهات الخلقيه او الاشعاعات. نعم. ايضا تؤدي الى التشوهات الخلقيه. حقيقه ايضا التشوهات الخلقيه موضوع صعب تقبله. اكيد. زين؟ اكيد وكل واحد تريد تجيب طفل سليم. يعني ما ممكن الحمل يصير به اي شيء، ايضا هذا غير ممكن. ماكو شيء. زين؟ فالسمنه تأثر مو بس هذا، ناهيك عن انه التشوهات، ارتفاع ضغط الدم، يصير عندهم خثره دمويه. يعني كثير من الحالات خثره برجليهم نتيجه السمنه مع الحمل. الحمل بحد ذاته هو يسوي خثره، لكن لو كانت وحده حامل وعندها زياده بالوزن يعني سمينه راح يكون معرضه لخثره اكثر من غيرها. عشرة أضعاف أكثر. نعم. طيب دكتورة قبل ما ينقطع الاتصال عندنا اتصال أم محمد نديالة، صباح الخير عليك يا أم محمد. صباح النور. دكتور. نعم تفضلي الدكتورة تسمعك. شو دكتورة؟ صباح الخيرات حبيبتي، أهلا وسهلا. حبيبتي عين دكتورة. دكتورة أني حامل هسه الشهر الرابع. مبروك. وعندي خمس إسقاطات دكتورة، كل خمس شهور ست شهور العفو دكتوره يصب ماي راسي ولا اتبسط. وجع؟ ايش قد سويت التحاليل مالت الجرثومة وهواي تحاليل كلها نظيفه، والطفل يعني من يوقع عايش. عندي خمي هم كان ثلاثي توأم ثلاثه، هم بالخمس شهور صار عندي. اخر شيء الدكتورات ما يعني كلهم اتفقوا على انه هذا التهاب، يعني الالتهاب ايش يسوي؟ ممكن الالتهاب يسوي ولاده مسبقه، سويتي ربط؟
أنا سويت عمليات رابط همين اثنين وهمين الطفل صار عندي اسقاط همين بالرابط. سويتي أشعة مع الرحم؟ سويت أشعة همين كلها طلعت نظيفة وكل شيء. وأخير شيء تسوي لازم أنت أثناء الحمل و طبعا يعني ما توصلوا الشيء. وهم أنت سمينة بلا زحمة ولا؟ ها؟ سمينه عندك زياده بالوزن؟ اي اني هسه اني من حامل هسه تقريبا راح ادخل بالخامس 95 وزنت وطولي 173. يعني شوفي ومواليد 85. قبل انت بعد كم عندك كم عامل خطر؟ عندك شويه عوامل خطوره. زين؟ اي زين قبل الحمل ايش قد كان وزنك؟ شلون دكتوره؟ قبل الحمل ايش قد كان من وزنك؟ قبل الحمل والله ما وزن دكتور ما ادري بس انا رحت الدكتورة اثناء الحمل وزنت اي طلع وزني 95. شوفي يعني انت تسالين عن الولادات ليش اسقطتي وليش جبتي قبل وقتها عندك هسه انت كذا كذا يعني عامل. اول شيء السنه بحد ذاتها ممكن تسوي ولاده مسبقه. نعم بحد ذاتها السمنه فقط. نعم. السمنه ايضا حتسوي التهابات. منطقة التناسلية. أيضا الحمل تزيد بالالتهابات. زين الالتهابات بحد ذاتها تسوي ولادة مسبقة. يعني الالتهابات بحد ذاتها ممكن تسوي ولادة مسبقة. يعني هاي الالتهابات أكيد تسوي يعني إسقاط. يعني هو دكتورة لا عندي أعراض سابقة لا شيء قبل الإسقاط. راسه نقطة قبل الإسقاط طيب راسي وقع الطفل. اي انت هسه لازم تضعفين، لازم تحافظين على نفسك لان السمنه عندي زياده بيها. سمنه واحد، التهابات عندك اثنين، خوش عيني؟ العمر فوق ال 35 سنه. زين؟ خوش؟ تشوفين كم عامل؟ هاي احنا انا بعدني من يعني انت هسه مو يمي وانا اطلع لك هالقد عوامل خطوره. زين فبعد يعني اكيد اكو اشياء اخرى. زين انت ما سويتها مثلا تحاليل مال غده، تحاليل مال خثره، تحاليل هاي كلها تاثر طبعا. نعم فعندي الغده يمكن ما سويت بس بقيه التحاليل الجرثومه وما ادري شو هواي يعني تحاليل وهاي الاشياء الملونه ما سويتها للرحم كلها طلعت نظيفه. شنو الفائدة؟ عندك التهاب؟ صار عندي ضغط بالحمل، صار عندي ضغط بالحمل. ضغط هم بالحمل؟ تفضلي. اي صار عندي جاي اضرب هاي الابر اللي قال يختال تحت الجلد. اي واخذ العلبومية. اي يعني عندك عوامل، عندك عوامل معرضة للخطورة. بعد ما ادري هسه هذا الحمل لحد الان ماكو شيء، بعد ما لازم تضعفين، لازم تضعفين. وتاخذين علاج مال التهاب. يعني مثلا اقدر اضعف تقدرين؟ احافظ حتى ما اسمن. لازم تضعفين، اكلش تعفين الدهون. ايه. عشا ما اتعشى، وهسه اليوم حامل الريوق والغدا وجبه وحده يصير يعني. هو هذا اكبر غلط. هو هذا الغلط بعينه ماكو. وبعد الغدا فد ما بتغدى وعشا ماكو بس غدا وبس عشا، انت المفروض تاكلين خمس وجبات. بين وحدة وحدة أربع ساعات. نعم. وخفيفة. نعم نعم خفيفة. حليب خاص مع الحوامل لازم تشرب. اللي هي إما نكتاليا أو لبتوماما خاصة مع الحوامل، يعني مو مدهش ولا نيدو. إحنا دائما بطبعهم إنه هو من يقول لك أجي أسوي رجيم إنه هو ترك مثلا الريوق، بس شنو يطبقها مثل ما ذكرت غلط. يعود الريوق وغدا وعشا بوجبة. عافية عليك. باعتبار انا مثلا ماذا اكل؟ تقول لي انا مثلا ماذا اكل؟ اكلت بس كوبايه واحده، مو هي بس كوبايه وبس هاي. نعم مو لازم يكون اكو نظام يعني غذائي محدد يقدر يمشي عليه حتى بالتالي يقدر يحصل على لازم نظام غذائي وتشرب الماء بكميات كثيره. نعم. طيب بالسمنه مثل ما ذكرنا قلنا بالنسبه للمراه الحامل حتاثر عليها بالامراض القلب وارتفاع ضغط الدم وتسمم الحمل، طبعا وضحي لنا هاي النقطه تسمم الحمل. تسمم الحمل شو يصير عندهم؟ يصير عندهم زلال. يا اما يصير عندهم زلال مع نفخ مع ورم بالجسم هذا يسموه تسمم. او زلال مع ضغط الدم. طيب بحد ذاته هذا شيء طبيعي؟ طبعا لا. الزلال بالحمل ممكن يصير لكن التسمم لا.
مو طبيعي، تسمم يعني مرض، حاله مرضيه مثل ارتفاع ضغط الدم. لكن بالاضافه لارتفاع ضغط الدم يصير عندهم مثلا ورم بالجسم، الخربطه بانزيمات الكبد، الخربطه بالكلى باليوريك اسيد، الخربطه بالصفائح الدمويه، كل هذه تصير تسمم حمل. فطبعا تسمم الحمل ممكن يؤدي همين الى ولاده مسبقه، الى وفاه جنين، نعم. ممكن يموت لانه تسمم. طيب دكتوره، اكو مثلا يعني هي ضعيفه مو او رشيقه، خلينا نقول مو ذاك السمنه، ويصير عندها زلال بالحمل اخر اشهر، هذا الزلال شنو نتيجه شنو يجي؟ الحمل تقول يعني الطفل حمل؟ لا لا لا، حمل يعني يطلع دكتوره، يطلع البومين، يطلع زلال بالادرار، شيء طبيعي يطلع زلال بالادرار، ممكن يكون طبيعي ممكن يكون مرضي، يعني تكون اكيد بفد نسبه معينه. اي طبعا نسبه معينه، يعني يمتنعون عن اكلات مثلا البيض المعكرونه، لا ما شاء الله، يعني يقولون بس الملح على الزلال. لا لا بس الملح، ملح الملح والدهون اي حتى ما يرتفع ضغط الدم. نعم نعم. طيب دكتوره، كبر حجم الطفل قبل الولاده بالنسبه للمراه الحامل ياثر على حاله الولاده بعدين؟ كبر الحجم يعني حجم الطفل كبره، وهي بما انه هي حامل. طبعا كبر الحجم يعني مثلا ليش دا يكبر؟ يجوز اذا السكر دا يكبر وزنه يكون كبير. نعم. اذا وزنه راح يكون كبير ما راح تقدر تجيب ولاده، يعني حيكون اكو فد مخاطر اثناء الولاده. طبعا يعصل راس طلع عصت كتف. اي فعلا زين ممكن يعني فتكون هاي بالتالي عمليه قيصريه. إيه لا اذا طلع الراس وعصت كتف يحاولون يطلعوه من جوا طبعا طبيعي. لكن لو لي قدام قالوا هذا الطفل كلش كبير ما ممكن تجيب طبيعي، او هي يصير عندها طلوق لكن ما يصير عندها توسع. نعم. طيب عندنا اتصال، ام بنين من بابل، صباح الخير عليك يا ام بنين. الو صباح الخير. صباح النور، تفضلي. اخي ممكن احكي الدكتوره؟ نعم اكيد تفضلي. صباح الخير دكتوره. صباح الخيرات حبيبتي. دكتوره حبيبتي ابدا فيني كم سؤال ولو زحمه عليك. لا قولي. عزيز حبيبتي، عندي بنيه عمرها 13 سنه. اي. اجت في الدورة هاي دوره شهريه، اجت فيها يوم 29/7. اول جيتها. زين. وجدت مرتين عادية، مرت الثالثة والرابعة لام تقطع عليها كل أربعة شهور كل شهرين. بالبداية الأمر هذا طبيعي، هذا الشيء شيء طبيعي، يعني هذا طبيعي مو مرضي، لأن الدورة بالبداية الدورة بالبداية تكون مخربطة ما تكون كل شهر. نعم. تقول ليش يعني قاعد تسمن بعدين؟ هاي تسمن؟ تأثر عليها؟ قاعد تاكل. يعني مو شرط انه هي تأثير الدورة التأخير. ممكن ممكن السمنة تأثر على الدورة، طبعا ممكن. إذا قاعد تسمن يعني قاعد تاكل. يعني تأثر عليها من وراء السمنة يقطع عليها، يا هي هاي عم تصير عادية كل بنية. شنو السمنة ولا الدورة؟ ما أفهم عليك، يعني خربطة بالدورة يعني هي ممكن تكون خربطة، يعني تصير من السمنة متغندة تسمن. ودا يتخربط عليها؟ ممكن ممكن الامر في بدايه الامر ممكن تكون مخربطه، وممكن 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 اسمعيني زين، وممكن السمنه ايضا تؤدي الى خربطه بالدوره، يعني السمنه بحد ذاتها تسوي خربطه، والدوره بحد ذاتها بالبدايه تكون مخربطه. زين عفوا دكتوره، شنو الحل ولو زحمه عليك؟ الحل ما اعرف، جد وزنها جد طولها؟ وزنها 64 وطولها 150. اي لازم هاي سمينه. سمينه اي سمينه. سمينه ها. يعني بقت لازم تضعفيها. ما تبغى تسوي لها. لازم تضعفيها، تسوي لها رياضه، 13 سنه صغيره يعني طفله، يعني تسوي لها رياضه، تركضيها، تلعب حبل. تلعب هذا القرص الدوار شغليها بالبيت. والله الدكتوره هم تسوي خطه لو تتعب وتقوم تبكي وانقار عليها. وش تنطي شيبسي ولا نستله؟ يعني؟ وش تنطي من تنقهرين عليها؟ كل شيء واطيه، كيفك ماما؟ والله تسوي تسوي. عارفه شربيها مي حبيبتي، شربيها مي. انطيها مي هواي. دكتوره انا عفوا ولا زحمه عليك، انا هم يعني نفسي والله يعني هم سنين حيل. بس انا كلها وحده اخاف عليها.
الكلى ما لها علاقة بالسمنة، الكلى وحدها من الله. انت تسمينها لازم تضعفين حبيبي، فمعناته شنو؟ معناته انتوا عندكم السمنة وراثية. كثير من العوائل، كثير من العوائل تكون هيئتهم سمان، فهاي العوائل لازم تدير بالها على نفسها، تحافظ على وزنها، ما تسمن، ما تاكل اكل بيه دهون ونشويات. لازم تراقبين اكلك، لازم تضعفين انت يعني. انت وبنتك تسوون جدول. ماشي ماشي، مشكورة دكتورة. هلا. نعم، شكرا لاتصالك يا أم بنين، وأكيد إحنا حنكمل حوارنا. طيب دكتورة، الأرق اليوم وعدم الانتظام بالنوم دائما للمرأة الحامل أو للنساء الحوامل حيكون إلى علاقة يعني بالسمنة إنه هي تسمن؟ طبعا النوم الزايد، يعني أكو ناس يعني تريقون بالأربع العصر. نعم، شنو رأيك بهذا البرنامج؟ هذا هو ريق وغدا. هذا هو راح يتغدون بالأربع العصر. نعم، راح يتغدون أو يتعشون بالثنتين بالليل، بالوحدة بالليل. نعم، هل هو هذا غذاء نظام صحي؟ لا أكيد لا، أوقاته حتكون مو منتظمة. ليش؟ لأن الجسم انخلق الصبح للعمل. نعم، والليل للنوم والراحة. أكيد. نعم، زين، فالجسم كله تخربط، الكورتيزون ينفرز الصبح أكثر. بهاي الحالة الجسم كل المعادلات الأيضية كلها مخربطة طبعا. مخربطة. نعم، فطبعا راح يصير عندهم كآبة، راح ينامون. من أبو ينام هواية يسمن، لأن ما يستهلك طاقة. أكيد. ما يستهلك، ما يتحرك، ما زين. بعدين جماعة التكيس المبايض اللي هم عندهم سمنة هذول أصلا نومهم متقطع. زين، يعني عندهم أسرع بالتنفس وعندهم النوماتهم مو زين. زين، فهذول كلهم مشاكل بالسمنة. طيب اليوم المرأة الحامل أكيد راح تتعرض للخطر أثناء عملية الولادة. طيب مثل مشاكل خلينا نقول التخدير أو التئام الجروح بعد العملية، تخدير طبعا مشكلة بحد ذاتها، مشكلة كبيرة. يعني إذا هي حامل، عفوا دكتورة، يعني إذا هي حامل ووزنها زائد، يعني هذا حامل وسمينه وجينا نريد نعطيها مثلا بنج. نعم، بنج عام طبعا راح يكون التيوب صعب يخليه المخدر. صعب، خصوصا اللي عندهم قصر بالرقبه. زين، راح يكون صعب، راح يحير، راح كلنا راح نشيلهم طبعا. الكل راح يشيلهم. نعم، الجراح راح يشيلهم، راح يجيب له مساعد وياه يشيل بس كرش المريضه حتى يقدر يشتغل. نعم، المخدر يحتاج ليها مساعد لاف حتى يلزم له وحتى يحطه. نعم، بالإضافة ناهيك عن هذا الشيء أنه طول العملية، يعني وقت العملية أيضا راح يأثر إذا كان سمينة، لأن طبقات يعني خلينا نقول الشحام ممكن تأخر بالعملية. نعم، حيصير عندهم خثرة. خثرة، بعدين هي السمينة ما راح تقدر تتحرك رأسا. أنا دائما أقول لهم حركوا رجليكم أنتوا من تطلعوا من العملية، حركوا رجليكم، البسوا جوارب، البسوا، قوموا تحركوا ورس الساعات. تحركوا السمينة ما تقدر تتحرك ورس الساعات، صعب صعب صعب، يقوموا اثنين ثلاثة طيب هاي أثناء الولادة. طيب بعد الولادة أكيد إذا كانت عملية قيصرية حيكون أكو فد خياط. طيب هاي التئام الجروح حتأثر عليها؟ طبعا تتأخر، يعني تتأخر، مو بس أخر، كذا مريضة يعني تسوي لهم عمليات. نعم، سمان سمان. نعم، حتى ما يداون جرحهم. ما ممكن، لازم تداوي الجرح، لازم إذا واحدة سمينة غير لازم تداوي جرحها يومية مرتين صبح وبالليل. تنفتح العملية أكو ينفتح تقول تنفتح طبعا، لأنه ما مداويتها، ما مبدلة الضماد، سمينة ما لابسه حزام ورافعه بطنها، واكو افرازات. لازم حزام ترفع. نعم، الكرش ترفع على الكرش حتى ما يكون، يعني هي سمينه نازل الكرش على الجرح راح تغطى الجرح. نعم، راح تعرق. راح تعرق، راح يصير عندها بكتيريا وجراثيم، راح يصير عندها التهاب بالجرح. ناهيك عن هذا، اكو ناس هم اصلا سووا عمليه قعدوا ما داووا جرحهم. لا يجوز. نعم. طيب دكتورة، حتى العفو تسمحي العلاج. نعم، اللي ياخذوه للعملية، يعني إذا واحدة ضعيفة إذا تنطيها مثلا أبرة أم الألف واحدة، السمينة تنطيها اثنين. نعم، يكون يعني العلاج مضاعف، الله يأثر بها حتى. نعم، عندنا اتصال. فاطمة من بغداد، صباح الخير عليك يا فاطمة. صباح الأنوار، تفضلي. شلونكم؟ الحمد لله، إذا أنت زينة إحنا زينين أكيد.
حابه تشاركيني بموضوعنا اليوم؟ ممكن دكتوره تسمعني؟ نعم اكيد تفضلي دكتوره تسمعش. صباح الخير دكتوره. صباح الخيرات حبيبتي. شكرا. الحمد لله انت زينه اليوم؟ الحمد لله. حبيبتي. قال لي تعيد على موضوع الولاده والدوره. ايه. صار لي تقريبا جبت صار لي 5 اشهر. جبتي. فأنا كل مرة جبتي وياها طبيعية وقيصرية جبتي؟ كل مرة من أجل يعني الدورة ظل تبقى قاعدة تاع الطفل يتمنى ما أعرف شنو ما يقولون. فأنا هسه من جبت كانت نزلت علي قليل. جبتي ولاية طبيعية وقيصرية؟ يا فاطمة 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 إذا تسمعين الدكتورة تسألك تقول لك الولادة مالتك كانت طبيعية ولا قيصرية؟ يا فاطمة الدكتورة تسألك تقول لك ولادتك كانت طبيعية ولا قيصرية؟ طبيعية طبيعية طبيعية. خلاص ترضع أكيد ترضعين؟ أو أطاع الطفل بدنا يعني إذا أطاع الطفل بدنا يصيح إلى خصوصية يعني تنزل أو ما تنزل أو بيصير أكو شيء يعني؟ طبعا ما دام اكو رضاعه اكو خربطه بالدوره. ما دام اكو رضاعه اكو 6 اشهر يعني اكو خربطه بالدوره. جائز تجيش مرتين بالشهر، جائز ما تجيش، جائز تجيش نقاط، جائز ماكو دوره، كل هاي يصير. نعم اذا هي ترضع. نعم شكرا لاتصالك. ممكن حمل هم يصير على فكره. نعم حتى حمل ممكن يصير حتى اذا ترضع. طيب دكتورة كنصيحة أخيرة نحب نوجهها اليوم من استوديو قناة الرشيد الفضائية للمرأة الحامل اللي تعاني من السمنة، طيب شلون تقدر تحط نظام غذائي تحافظ على نفسها بنفس الوقت وعلى صحة جنينها؟ نظام غذائي متوازن. أول شيء لازم تعرف أكو فطور وأكو غدا وأكو عشاء. نعم يعني مو تقضيها بالنوم، هاي واحدة. اثنين الأكل مالتها يكون يعني متوازن وصحي. نعم يعني يحتوي على كل أشياء البروتينات، شوية بيحلى السكر، شوية بيدهن قليل. نعم مو بكثرة. القلة. نعم الصبح تقدر تاكل بيض ما عندها مشكلة. هو والصفار نقدر نقول نعزل بروتين أو هيك شيء. تقدر تاكل بيض. نعم نعم ما عندها طيب. مشكلة أبدا. تقدر تتغدى. العشاء مو متأخر ساعة 12 ساعة واحدة من الليل. يعني كلش كلش بثمانية بالليل بعد ينسد المطبخ. نعم طيب دكتوره شكرا لك اليوم انت نورتينا باستوديو قناه الرشيد الفضائيه واكيد المتابعين استفادوا من هاي النصائح المفيده اللي دائما احنا نكون ضيوفنا مميزين ويقدمون لنا نصائح ممتازه وايضا متجدده. شكرا لك دكتوره مره ثانيه. شكرا لقناه الرشيد، شكرا لكم والكادر كله. شكرا جزيلا. نعم مشاهدينا